مساكم الله بالخير ولكل متابعين قناة اليوم. أخي العزيز، طبعا هذه التطورات تأتي في ظل الخروقات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي بعد أن التزمت الحكومة الشرعية والتحالف العربي بدعوة المبعوث الأممي وأيضا الأمين العام للأمم المتحدة لإيقاف إطلاق النار نظرا للجائحة التي تواجه اليمن بسبب فيروس كورونا، وأيضا عدد من الحميات والأوبئة التي تفتك بعشرات من أبناء شعبنا اليمني كل يوم. ومع ذلك ما زالت هذه الميليشيا الإنقلابية غير ملتزمة وتقوم بعدد من الخروقات في كافة الجبهات، سواء كان على تقوم العاصمة صنعاء أو في مدينة الحديدة أو أيضا في محافظة الضالع وفي محافظة البيضاء وكل المناطق التي تشهد التي تسمى مناطق التماس بين القوات الحكومية وأيضا ميليشيا الحوثي الإنقلابية. هذا الشيء لا يفسر سوى أن هذه الميليشيا الإنقلابية هي آلة للفوضى وآلة أيضا للتدمير، وأيضا لا مثلما كانت آلة لتدمير اليمنيين من خلال قذائفها أو من خلال انتهاكاتها أو من خلال الاعتقالات، أيضا هي اليوم تؤكد للشعب اليمني أنها أيضا لا تأبه لأوقاعه، لا تأبه لهذه الأوبئة أيضا الذي صارت عبء إضافي أيضا على أبناء شعبنا اليمني، وهي اليوم أيضا تستغل مثل هذه الظروف وأيضا التي تعاني منها البلد في ظل انهيار المنظومة الصحية وفي ظل أيضا إعلان حالة الطوارئ كيف كافة محافظة البلاد بسبب هذا الفيروس الذي أصبح اليوم يقتل العشرات من اليمنيين. اليوم أصبح اليمن مساحة مفتوحة للموت، كثير من مواقع التواصل الاجتماعي إلى ما تابعناها تضج بالعشرات من الموتى، من لم يموت بقذائف الحوثي أيضا يموت بسبب الحوثي الذي أيضا منع وصول أصبح من فيروس كورونا مجرد أداة للتجارة بأرواح اليمنيين، وأيضا إخفاء الأرقام، إخفاء أيضا انتشار الفيروس في المناطق التي يسيطر عليها. طيب، هكذا توترات، هكذا اشتباكات اليوم كيف تؤثر على فرص وقف إطلاق النار في اليمن؟ سيدي العزيز، الحكومة الشرعية والتحالف العربي كان قد التزم التزام أخلاقي أمام المجتمع الدولي بإيقاف إطلاق النار، ولكن اليوم هو مضطر الرد على كل هذه الخروقات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي من منطلق الدفاع وليس أيضا من منطلق الهجوم، وأيضا أعطى كثير من الفرص أيضا لوقف إطلاق النار، وهو اليوم يقف في موقف الدفاع، ولذلك كل دفاع ضد هذه الميليشيا الانقلابية أو خروقاتها هو دفاع مشروع، ويتحمل الحوثيون المسؤولية الأخلاقية تجاه تلك الخروقات التي يقومون بها، بالإضافة إلى تحملهم المسؤولية الأخلاقية في المناطق أيضا التي تحت سيطرتهم التي يفتك فيها الوباء بعشرات اليمنيين. لكن كما قلنا ليس في جبهة نهم أخي العزيز، لكن أيضا في جبهة الصرواح أيضا هناك خروقات للميليشيا الحوثية في البيضاء، في محافظة الضالع وفي كثير من المحافظات، وهو ما يضع هذه الميليشيا الانقلابية في مأزق أخلاقي أمام المجتمع الدولي في عدم التزامها بالاتفاقات كما هو معروف عنها في كثير من الاتفاقات السابقة التي كانت بينها وبين الحكومة الشرعية وبرعاية أممية. شكرا لك من القاهرة وضاح عبد القادر، صحفي ومحلل سياسي.